لكشف غموض الحوادث وتقديم مرتكبيها إلى الرأي العام لطمأنة المصريين أن لديهم جهاز شرطة قادر على مكافحة الإرهاب ومكافحة الجماعات الإرهابية وضبط مرتكبيها. الحقيقة أن مصر بتتعرض لمؤامرة جديدة، وكانت المؤامرة في أوجها قبل 25 يناير الماضي وقبلها من حوادث الاغتيالات والإيحاء، لأن مصر غير آمنة وغير مستقرة، وضرب الاقتصاد المصري وضرب السياحة المصرية وضرب الدولة المصرية في مقتل. الحقيقة الجهود الأمنية الحقيقة في المرة دي زي ما كشف السيد وزير الداخلية كانت قد خططت تخطيطا عاليا واستخدمت أحدث أنواع التكنولوجيا في كشف غموض الحادث، وتمكنت من ضبط خلية تتكون من 48 شخص قاموا بعدد من العمليات الأخيرة اللي استهدفت بعض ضباط الشرطة وبعض المنشآت الشرطية، ومنها اغتيال النائب العام الشهيد بركات. جهاز الشرطة استعاد قوته واستعاد زمام المبادرة ووقف بالإرصاد للجماعات الإرهابية ومنها تنظيم الإخوان المسلمين ومن يتعاون معهم في تركيا، وحس وحماس العمل الخسيس واشتراكهم المباشر بالتخطيط والتدريب والإمداد بالمتفجرات. نعم سيادة اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، شكرا جزيلا لك. هذا وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس 6 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في عدد من الاتهامات، في مقدمتها ارتكابهم لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار للنائب العام الشهيد الراحل المستشار هشام بركات أواخر شهر يونيو من العام الماضي. ومن بين الاتهامات أيضا التي وجهت إليهم حيازة مواد متفجرة واستخدامها والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير مقتل 5 من العناصر الإرهابية المسلحة أثناء تنفيذ قوات الجيش الثاني الميداني لعملية نوعية. وقال المتحدث العسكري في بيان له إنه في إطار جهود القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية وتتبع فلول العناصر الإرهابية، وأثناء قيام عناصر من الجيش الثاني الميداني بتنفيذ كمين بمنطقة السبخة بالشيخ سويد شمالي سيناء، قام عدد من العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، ونتيجة لذلك تم القضاء على 5 عناصر إرهابية، وعثر بحوزة الإرهابيين على بندقيتين آليتين وأربع خزن و94 طلقة وجهاز لاسلكي، وتم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. بدأت عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك رمسيس 2016، والذي تستضيفه مصر ويستمر لعدة أيام أمام سواحل مدينة الأسكندرية والمجال الجوي المصري، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين. يشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية المصرية والفرنسية، بالإضافة إلى الفرقاتة المصرية طراز فريم تحيا مصر، والتي تشارك للمرة الأولى بطاقمها المصري في تنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة، كما تشارك عناصر القوات الجوية المشاركة من الدولتين بالعديد من الأنشطة والمهام التدريبية بمشاركة تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام، ويشمل التدريب منها قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بالتعاون مع القوات الجوية، والتدريب على أعمال الاعتراض البحري وتقديم الدعم والمعاونة الجوية والدفاع والهجوم على أحد الأهداف وتنفيذ عدد من الرمايات. حث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الأعضاء على المشاركة في الجلسة العامة التي تنظر مشروع اللائحة الداخلية للمجلس لسرعة إنجازها. في ذات السياق وافق مجلس النواب اليوم على مقترح بحسب كلمة الحكومة بمشروع اللائحة الداخلية والخاصة بحالات طلب أخذ الرأي نداء بالاسم، كما يواصل المجلس مناقشة مشروع اللائحة الداخلية المتضمنة
في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعدادها. بدأ اليوم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي بدأ زيارة إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد من وزارتي الإسكان والدفاع وعدد من المختصين، وذلك لحضور عدد من اللقاءات والفعاليات بشأن الاستعداد لتدشين العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. ومن المقرر أن يجري الوفد عددا من اللقاءات مع مسؤولي شركة CSC للتباحث حول مشروعي الشركة في مصر وهما العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير الصرف الصحي بالقرى المصرية. وبعد اختتام الزيارة للصين سيتوجه الوفد برئاسة الوزير مصطفى مدبولي وينضم إليه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير إلى كازاخستان تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الاطلاع على مشروع العاصمة الجديدة التي يتم تنفيذها هناك. بدأت اليوم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا الأعمال التحضيرية للقمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين والقدس الشريف، والمقرر أن تبدأ غدا الاثنين بمشاركة وزراء الخارجية بالدول الأعضاء، ويرأس وفد مصر في القمة وزير الخارجية سامح شكري. التقى شكري وزير الخارجية السعودية عادل جبير، كما التقى وزيرة خارجية إندونيسيا فور وصوله إلى جاكرتا، حيث تركز اللقاء على مناقشة الترتيبات الخاصة بالقمة والقرارات المتوقع صدورها عنها وسبل توفير عوامل النجاح للقمة بما يضمن توجيه دفعة قوية من المجتمع الدولي لدعم الحقوق الفلسطينية. كان شكري قد التقى مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، حيث تم بحث التعاون القائم بين مصر والأمانة العامة والترتيبات الخاصة بالزيارة. اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، كما التقى عباس الرئيس الإندونيسي جوكو وايدودو على هامش الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا. وعرب الرئيس الإندونيسي عن تأييده للفلسطينيين ومساندته لهم في الوصول إلى قيام الدولة الفلسطينية. في الشأن العراقي، سقط أكثر من 100 قتيل وجريح في تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي استهدف حاجز تفتيش في مدينة الحلة بمحافظة بابل. يأتي هذا بينما نفذ طيران التحالف الدولي عدة طلعات جوية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي بالعراق استهدفت مناطق في الموصل ونينوى والأنبار، أسفرت عن سقوط عدد منهم وتدمير آليات عسكرية له. طريق تحرير مدينة الموصل من سيطرة جماعات داعش الإرهابي انطلق بين التحالف الدولي الذي أعلن بدء عملية التحرير ووصفها بالمعقدة، وبين الجانب العراقي الذي ما زال متحفظ من هذا الإعلان. نواب عن نينوى طالبوا بأن تكون العمليات العسكرية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، وبخلاف ذلك فهو انتهاك لسيادة البلاد. هذا يجب أن يكون باتفاق مع الحكومة العراقية واتفاق مع مجلس النواب العراقي حتى نستطيع أن نحافظ على سيادة العراق. أما الإعلان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن العمليات العسكرية قد بدأت، أنا أعتقد هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح وربما يخالف الواقع الموجود. لحد الآن لم تبدأ أي عمليات عسكرية داخل محافظة نينوى، ولا توجد هناك قوات حقيقة بدأت بعمليات فعلية. لا أدري الحق ما هو الغرض من مثل هذا الإعلان. الأمريكان والتحالف الدولي يريد أن يثبت أنه أول من باشر بهذه العملية، فيدعي شيئا ليس حقيقيا ويعلن، وإلا ما معنى أن يعلن التحالف الدولي انطلاق العمليات؟ هذه العمليات خاصة بالحكومة العراقية، وبالتالي الإعلان يجب أن يكون إعلان عراقيا، لا معنى ولا قيمة لهذا الإعلان مع أنه إعلان غير حقيقي. لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت خلاف ما أعلن الجانب الأمريكي كون الاستعداد لشن عملية التحرير بشكل نهائي لم تكتمل بعد، رغم وصول قطعات من الجيش العراقي إلى مدينة مخمور وتوجيه مجموعة من الضربات المدفعية تجاه أهداف لتجمعات عناصر داعش الإرهابية. نعتبر كلجنة الأمن والدفاع هو هذا التدخل سافر في الشأن العراقي. الحكومة العراقية، القائد العام، قيادة العمليات المشتركة هي الجهة المعنية بتحديد ساعة الصفر وبدء العمليات العسكرية لتحرير نينوى. أعتقد أنه أمريكا تحاول أن تجير الانتصارات الأخيرة التي حققتها قواتنا الأمنية في مختلف قواطع العمليات. فعلا بدأنا فتح الجبهة الشرقية في مواجهة داعش في تحرير الموصل.
الجبهة الشمالية بدأت جويا ولم تبدأ بريا، جبهة الغربية والجنوبية ستتحرك خلال الأيام القادمة. وتشهد المدن العراقية ارتفاع وتيرة الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين، آخرها في محافظة بابل التي تم استهدافها بشاحنة مفخخة أدت إلى مقتل قرابة 60 شخص وجرح أكثر من 100. يقول الخبراء أن هذه الهجمات تهدف لعرقلة عمليات التحرير المستمرة. إعلان الجانب الأمريكي عن انطلاق عملية تحرير مدينة الموصل وصف بالخطوة المستعجلة من بعض الأطراف في العراق كون الإجراءات اللوجستية لم تكتمل لها بعد، لا سيما وأن المعلومات تتحدث عن انطلاق هذه المعركة من محورين الشرقي برا والغربي جوا لقطع خطوط الإمداد بين الرقة والموصل، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. من داخل مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد، تحسين طه، النيل. وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم مبادرة الإصلاح التي أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنها جديرة بالاهتمام العميق والدراسة المستفيضة وهامة أيضا لحل جميع المشكلات التي تعترض تطوير العملية السياسية. كان مقتدى الصدر قد دعا القوى السياسية إلى الحوار مع الشعب العراقي وممثليه للتغلب على الفساد وتشكيل حكومة تكنوقراط تعرض على مجلس النواب العراقي للتصويت عليها بحرية وديمقراطية. كما طالب الصدر بضرورة استعادة حقوق الشعب من بعض السياسيين الذين سرقوا المال العام على حد قوله، داعيا الأحزاب والسياسيين إلى أن يزعنوا لصوت الشعب. أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أنه يرغب خلال محادثات جنيف القادمة إلى التطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل سوريا. بدورها رفضت المعارضة السورية بشكل قاطع ما وصفته بمحاولات الضغط عليها عبر توجيه الدعوة لأطراف جديدة لحضور الجولة القادمة من المحادثات. مع تواصل سريان الهدنة بين أطراف الصراع السوري، أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أنه يرغب خلال محادثات جنيف المقررة الخميس القادم التطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل سوريا. قال المبعوث الأممي إنه سيعمل على مناقشة كل ما يتعلق بمستقبل سوريا بدلا من التطرق إلى انتهاكات الهدنة والاتهامات المتبادلة بين الأطراف. لكن المعارضة السورية رفضت بشكل قاطع ما وصفته بمحاولات الضغط عليها عبر توجيه الدعوة لأطراف جديدة لحضور الجولة القادمة من محادثات جنيف، وشددت على رفض الحديث عن حكومة سورية جديدة بدلا من الهيئة الانتقالية. كما هددت المعارضة بتعطيل المفاوضات في حال مناقشة مسألة الانتخابات في جنيف. وربطت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية قرارها بالمشاركة في مفاوضات جنيف في 10 مارس الجاري، ربطته بالتقدم فيما يتعلق بالملف الإنساني ودخول المساعدات الإنسانية. وعلى الصعيد الميداني، نفذت وحدات من الجيش السوري خلال الساعات الماضية عمليات نوعية على تجمعات وآليات لتنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابي المستثنيين من الهدنة بريف إدلب وحماة. وتمكنت القوات الأمنية من تدمير مقرات وآليات عسكرية تابعة لهم. كما نفذ سلاح الجو السوري طلعات استهدفت آليات ومقرات لتنظيم داعش في عدد من المناطق بريفي حمص ودير الزور. بدأ المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جولة جديدة من المفاوضات في المنطقة في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن. وفور وصوله العاصمة السعودية الرياض، اجتمع ولد الشيخ أحمد مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وعبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء والفريق علي محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية. وخلال الاجتماع شدد المخلافي على أن الحكومة مستعدة للتشاور والمشاورات على أساس تنفيذ القرار الأممي 2216 والعودة للعملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية. ميدانيا، قتل 16 حوثيا و4 من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب 6 آخرون جراء اشتباكات وقعت في تعز جنوبي غربي اليمن بين قوات الجيش الوطني والحوثيين. في الوقت ذاته قتل طفل وأصيب 3 مدنيين في القصف العشوائي للميليشيات على الأحياء السكنية.
ووصلت طائرات دول التحالف العربي قصف مواقع وتجمعات الحوثيين وصالح في مديريات شمالي العاصمة اليمنية صنعاء. استهدفت الغارات مواقع الحوثيين في إقليم إزال شرقي محافظة صنعاء، كما استهدفت المطار القديم ومخازن أسلحة تابعة لهم في معسكر العرقوب بمديرية خولان شرق العاصمة.